أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات برج العقرب الجمعة 6 أغسطس آب 2021. ستظهر اليوم بعض المهام غير المتوقعة والمتطلبة، لكن لا تقلق، ستتعامل معها جيدا وستكسب قريبا ثناء الجميع. يمكن أن يكون هناك عدد من الضيوف يزورون دون سابق إنذار، أو أن رئيسك في العمل يسلمك مهمة في اللحظة الأخيرة. مهما كان الوضع، سوف تكون قادرا على استدعاء الاحتياط الخاص بك والارتقاء إلى مستوى المهنة. عاطفيا، قبل أن تبحث عن الحب من الآخرين، عليك أن تحب نفسك، وهذا ما ستفهمه بوضوح اليوم. حان الوقت للاستمتاع إلى صوتك الداخلي، ومنح نفسك الحب والاحترام الذي تستحقه. بعد ذلك لن تضطر إلى الخروج بحثا عن الحب، بدلا من ذلك ستخلق ثقتك بنفسك واحترامك لذاتك فرصا لعلاقات هادفة في حياتك. مهنيا، قد يظهر عدد من المشاكل البسيطة في العمل اليوم والتي تمنعك من القيام بعملك بسلام. أنت بحاجة إلى جرعة كبيرة من الصبر اليوم، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع المرؤوسين. لا تستسلم للتهدئة، بدلا من ذلك تحتاج إلى التعامل معه بذكاء حتى لا تؤثر على معنويات المجموعة بأكملها. صحيا، ستتحسن قدراتك الإبداعية يوما بعد يوم، ولكن سيكون هذا هو الحال مع عبء عملك. يجب أن تريح نفسك في مثل هذه الحالة من خلال الذهاب للحصول على تدليك مع العلاج بالرائحة. ستعمل التمارين المنتظمة على تحقيق العجائب وتمنحك اللياقة البدنية الموجهة للتحديات اليومية وجها لوجه.